اتجرفت بطن القوافي بالكلام، مش باقي الا معجمك مقطوع من طرف الوتر، حتى الدليل غطت ملامحه من زمن اكوام رمال. كلب الحراسه استانسوه وعودوه على البقسماط، طب مين هيحرس لك غنم وقت الشتاء؟ ومين هيرعى ويفيد بيه علمك في حل المساله والمقصره سابقه خطاوي المغفره والارض حبلها بالذنوب؟ فازاي هتتيمم وازاي تتوب وازاي هتبدا في الوضوء ومعرفش فاضل في السماء قطره مطر ترسل شواشي العود وتهدي روحك بالدقى او تلوي بيها الجد في سنين الحياه؟ بطن السحاب، بطن السحاب اجهضت حمل السفاح من بحر مالح، صعب عليها في الدجى تملى الشيوخ وتداوي جرحك بالكوى. كل الحاجات امنت بعصيانك الا اناي، ماشي في ظلك بحتمي برايه خضوعي، لسايا وحدي في الخلا بنبش رمال الذكريات عن خطوه رسمه للامل مليون طريق. فامد ايديك واقبل عزاك قبل السفر وانطلق وحدك وغني للجمال واخدم صداك. راح ترتوي من كوثرك ومع شاعر انا كنت نفسي اشوفه، هو من بلدي الاستاذ مدثر الخيال. عنصرية أسيوط يا ريس. السلام عليكم. الحقيقة أنا قاعد سعيد إن أنا بالصدفة النهاردة أنا جاي بعمل نظارة قاعدة في الشارع. والله تحت بتاع عندي نظاراتي اللي تحت. وجئت من بعض الزملاء تحكي للدكتورة على هذه الروائي الجميلة عن بلاد الدوبة، واللي هو كلنا أبناء مصر يعني. ونظرا لما يحدث حولنا في الوطن العربي، الديك فارد عضلاته على الكتاكيت، الديك فارد عضلاته على الكتاكيت، والكتاكيت يا عيني غلابة ومليئة بمرض التفتيت. الديك ده حويط عايش على الفتنة وعلى التصبيط، اتحكم في الديك الأحمر والأبيض والأسود وتربع وحديه على البيت. والديك عفريت تطلب يديك، لكن عينه تبقى عليك لازم يتحكم فيه وتقول له شبك للبيت. انت الكتاكيت تقبل وتبيض ويجيب البيض اكتر من ديك، يخلي الديك المتغطرس فتفين فتفين فتفين. الله عليك. بعيد عن السياسه بقى. بعيد عن العيشه. عايز تقول لنا السياسيه يعني حد جبت لك لابتوب معايا، جبت لك شال الحرير والذهب والالمازات والخواتم سولتي. قوم يلا ارمسيهم، قوم روح الكوافير. يا ما قلت الصبر طيب، صبرنا اواجه بخير. بص شوف العربيه جبتها اخر موديل، قوم يلا اركبيها، لف بيها الميادين. قام خدتها تجري بيها، كانت الفرحه في عينيها وبثواني جه مقابل، شفته جاي داخل عليها، قام صرخت بعزم مالي، يا مصيبتي يا خرابي، قمت فاطر رحت صراحي من منامي.